anyways patch note 6.15 مرة ثانية. في مجموعة champion changes كالعادة، شوية item changes كالعادة، وفي تعديلة في الكواليتي اوف لايف في الجيم صراحة. اول مرة يغيروا تغييرة بالطريقة هذه يا شباب صراحة على الجيم، يعني تغيير هذه على اوتر تورتس وعلى التورت فرست بلود، يبغى يغير الدايناميك حق اللين سوابس. يمكن ما تاثروا كثير في السولو كيو، بس في اللين سواب في ال سي اس حيكون في تاثير شامل. على العموم بروم سووا نيرف على الباسيف حقته من 40 ل 176 نهاية الجيم ل 26 ل 196 نهاية الجيم. النيرف هذا نيرف جامد على ايرلي جيم صراحة، وحيأثر على الاوتبوت حق الدامج حقه. اظن حتشوفوه حيخلي ناس كثير تبعد عن برام في البداية على اساس موضوع الدامج نهاية الجيم زايد زيادة. ما يفرق نهائيا يا شباب، لانه نهاية الجيم عامة اي تشامبيون ولا اي شخص في الجيم عشان السبورت يوصل ليفل 18 اصلا يبغى لها حكاية، واي شخص نهاية الجيم العادة يكون عنده شوية ماجيك ريزيست، والدامج هذا حقها ماجيك ريزيست، فالزيادة لنهاية الجيم ما لها اي معنى. الكيو سووا لها نفس الشيء، نقصوا الدامج حقها 10، هذا معناها يعني ليفل، يعني شوف 10 5 150 10 برضو 250، يعني حينقصوا الاوفرول دامج في ال في في في, ال في التريد حقته حوالي مع الاوتو اتاكس حوالي 40 او 50. يعني شوف هنا 26 ولا 24، وبعدين هنا 10 حوالي 34 و40 دامج نقصوا عليه يا شباب في اي تريد. ف اظن هتاثر عليه مره كثير في الكومبينيشن حقه. على كل الحالات خلينا نشوف ايش يصير، وما اظن ما اظن حينقص يعني في سولو كيو، ما اظن حيتغير، حتلاقي الناس كثير يلعبوه يعني، بس ما اظن حتشوفه في ال سي اس زي ما تشوفه اول. كوركي نقصوا الباكج كول داون حقه حق الباسيف من 5 دقائق ل 4 دقائق، ما حيفرق يا شباب. يعني مشكلة كوركي ما هي في الباكج ولا في السي دي حقه، مشكلة كوركي في الكيت حقته وفي الماتش ابس اللي بتجي اللي ال ال في الميتا الجديد هذا. الميتا الجديد هذا 3/4 الشامبيونز اللي هم في التوب تير كلهم يقتلوا كوركي بطريقه مو طبيعيه، يبهدلوا فيها يعني. يمكن الا حتى از اللي كان والله كوركي از بيور كاونتر له، صار يلعب مره سيف ويلعب بلو بيلد، وبلو بيلد يتعب كوركي يعني لما يوصل ليت جيم. بعد كده هكرم بيحاول، انتوا عارفين هكرم دحين توب تير جنجل، وتوب جنجل اكتر من توب، وبيحاولوا يسووا له كم نيرف كده على اساس يسووا له بالانس. نقصوا البيس اتاك باور حقه من 61 ل 58، نقصوا الكيو دامج حقه من 60 بداية الجيم 50 190 10 زايد. طبعا هذا ما اظن حيفرق في التوب حقه، اكشلي ما حيفرق اذا كان يلعب توب، حيفرق بس اذا كان يلعب جنجل. ليش؟ لانه الكلير حق الجنجل حقه، الباور حق الكلير حق الجنجل حقه حيقل مرة كثير يا شباب. ف بس جنجل كلير ما زال حيبقى باور هورس، وما زال بيرمابان يا شباب لازم يتبند كل جيم صراحه، لانه ما حيكون مزعج. كل اللي حيفرق انه والله يعطوا فرصه للجنجلز الثانيين يسووا كلير بنفس السرعه اللي هو يسويها. اللوي تنتكلز ار ناو فيزيبل ان برش تو انيمي تشامبيون ويذن ذا نورمال فيجن رينج، ما عاد صار يفرق، صار بس التنتكل تشوفها بالبوش. اول ما كانت تشوفها دحين تقدر تشوفها لو انت في الرينج قريب منها يعني. اول كانت في البوش تنتكل جوا، فجاه كده نزل عليك شيء يضربك وانت ما انت شايفها اصلا. جارافان زودوا الباسيف اتاك سبيد حق الاي، وزودوا الاكتف اتاك سبيد اورا حق الاي. برضو بيحاولوا يرجعوا جارافان للجيم، ما حيقدروا يرجعوا جارافان للجيم بالذات في ال سي اس، لانه جارافان ما ينفع في لين سوابس زي ما ينفع الميتا، يعني كثير من الشامبيونز اللي في الميتا هذا. بس في كل الحالات دس هذه حتساعد جارافان توب، وحتساعد جارافان جنجل في سولو كيو اكثر من اول. يعني هم انت شايفين الباتش مو اللي فات او قبل اللي فات حاولوا زودوا عليه، زودوا الشيلد حق الدبليو حقته، ودحين سووا له بف بسيط على لي، ما حتلاقوه توب تير يعني، بس جارافان ستيل بلايبل. انتوا شايفين الكومبو حقه صار يقتل اي دي سي وان شوت اذا رحت فول دامج طبعا، وانا ما انصح جارافان تلعب فيه فول دامج الا لما تكون مع كومبوزيشن ينفع مع جربان، اللي هو الاي او اي كومبوزيشن، كلنا داخلين ندخل كذا اي او اي وكومبو، غير كذا حاول تبعد عنه.
بعد كذا كارما، كارما عاملة أزمة صراحة في الباتشين اللي فاتت، إن كان سبورت ولا ميد، بعد التشينجز اللي سووها على أردن سنسر وعلى الميكايل وعلى الشيلدينج باور زيادة وعلى 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 وعلى، فبيحاولوا يخففوا ويسووا تون للباور حقها شوية. الإي كان نو لونجر تارجت مينيونز، أول كان يقدر يحط الشيلد على المينيون، دحين ما يقدر يحط الشيلد على المينيون، وهذه صراحة فكت لنا أزمة بالذات سبورت اي دي سيس. تجي تبغى تشيل مينيون تديه واحدة اوتو اتاك، تلاقي بنت اللذينة كارما حطت عليها شيلد ما تقدر تشيله، فيخبص لك هذا، فوقفوا الموضوع هذا لأنه كانت أكثر ترول أكثر من أنها هي جيم بلاي وكذا وهذا، ونقصوا الشيلد من 80 ل 70، وهذه مرة حتفرق بالذات لما تسوي التي شيت، ما حتفرق نهاية الجيم بس حتفرق بداية الجيم. نهاية الجيم كمية الشيلد اللي بنحط ان كانت شغلت التي وعندها ابيليتي باور مهولة صراحة، فما يفرق يعني العشرة زيادة، بس في بداية الجيم تفرق كثير، هذا معناه تعطيك كاونتر بلاي كابابيليتي في بداية الجيم. برضو نفس الشيء على المانترا، طبعا هذا مع الالتي، الموفمنت سبيد بف كانت 60% طول الجيم، دحين 40% لين 60% سكيلينج وذا رانك فيه، ف برضه بف على الاي بف على الشيلد. ليت جيم ما حيتغير شيء، ايرلي جيم حيتغير، ما يبغوها في الايرلي جيم باور هورس بالطريقه اللي هي بيها الان. كاسدن زي اذا برضه فاكرين في الثلاثه اربع باتشات اللي فاتت يا شباب، بيحاولوا يرجعوا الميجز اللي هو ميد في الجيم، سووا كم بف على شو اسمه هذاك التنتكلز الهنتاي، سووا كم بف على سندرا، دحين جا دور كاسدن، الكيو زودوا الدامج حقه الليت جيم نقصوا ايرلي جيم، الدبليو سووا بج فيكس ما يهمنا، الاي نقصوا المانا كوست عليها. ما حيفرق ولا شيء مع كاسدن، هذا مش التايدر اللي كاسدن يحتاجه، كاسدن يحتاج اوتبوت دامج مره كثير، لانه كاسدن من الشامبيونز اللي يعتمدوا اعتماد كلي على الايتمز، فبدايه الجيم التغييرات هذه اللي عدلوها ما فيها ما حتعدل ولا شيء عليه صراحه. مالزهار سووا له نيرف بسيط على الباسيف حقته، النيرف هذا نيرف بالانس ما هو نيرف جامد، بالعكس يمكن خلاه يعني التعامل معه احسن شويه، واظن النرف هذا هيلثي ما هو بطال يعني، يعني كل اللي سووه خلوا نقصوا سوري زودوا الكول داون حق الباسيف حقته من 30، طبعا بدايه الجيم زي ما هي اللي كانت 18 صارت 24، نهايه الجيم كانت 6 صارت 12، فيخلوه يفكر قبل ما يسوي حاجه، يفكر قبل ما يسوي متى يدخل ويستنى الباسيف حقته زي الناس والوادي، وما يقدر يرجع للتيم فايت على طول بعد 6 ثواني، يطلع برا يستنى كويس ويرجع، فيبغوا الناس تفكر بالطريقه هذه. والشيء الثاني الشيلد ديوريشن اللي كان ينحط عليه بعد ما ياخذ دامج، الشيلد كان يروح بعد ثانيه، دحين يروح على طول، هذا بالانسنج تشينج، هذا ما حيغير ولا شيء في ملزهار يا شباب الا انه بالانس سموثينج ثينجز اوت. ما زال بيرمابان الله يخليكم، لانه مد ما له اي حل مع الزهار حتى مع التشينج هذا يا شباب. بعد كذا عندنا نيدلي، نيدلي ما زالت في هاي ايلو في الكريه وفي كريه عامه وفي ان اي وفي اي ويست فيري هاي ايلو، تقريبا بيرمابان في كل هذا، بس مشكلتها في السولو كيو، في اللو ايلو ما حد صار بيلعبها اني مور لانهم ما عارفين يتحاربوا، فايش يبغوا يسووا حتى في ال سي اس، والله الظاهره التعديله هذه تبغى ترجعها ال سي اس يا شباب. الكيو زودوا سووا لها بف، زودوا المينيمم دامج حقها من 60 ل 70، الماكسيمم دامج برضه زودوا من 180 ل 210، الكوجر فورم زودوا الدامج حقها المينيمم للماكسيمم وزودوا الابيليتي ريشيو، وفي نفس الوقت على الهانت تارجت زودوا الدامج، هذا معناه الكيو حقها تسوي الوت مور دامج، وال 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 سواء بهيومن فورم ولا كوجر فورم، بالذات كوجر فورم على اساس يبقوا هي ايش ميزه نيدلي عامه يا شباب بتوين في الميتا هذه، انه نيدلي كان تقدر تدخل على الجنجل حقتك وتبهدلك، اوكي؟ اعطوها الكت، زودوا لها الامكانيات هذه، تجي عندك تسوي كاونتر جانك وتفجرك وتقدر تقتل تقريبا اي 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 جنجلر تاني اذا هي سوت له كاونتر جاك، هم كده بيقولوا لك لو سمحت روح ادخل اقتل الجنجلر لحالك من بدايه الجيم ما عندك مشكله. طبعا الابيلتي باور ريشيو هذا معناها لما تجيب ايتمز دامج، تجيب دامج ايتم زياده حيصير الاوتبوت حق الدامج حقك زياده، وهذا معناه يعني ده رينفورسنج، بيقول لك اشتري عليها رونيك ايكوز لا تشتري عليها شيء ثاني. بق فيكس على الدبليو ما هو ضروري، التعديل على الكوجر على الار عامة no longer resets Nidalee's basic attack no longer resets basic، كان
كانت الالتي يا شباب تسوي انيميشن كانسل للاوتو اتاك حقتك، فكان ممكن تسوي في الهيومن فورم اوتو اتاك بعدين تسوي ار يقوم، وبعدين تسوي اوتو اتاك على بعدها على طول، اللي هي بيسكلي زي ما قلنا انيميشن كانسل، شالوا الخاصية هذه خلاص، الار ما تسوي انيميشن كانسل على اوتو اتاك. بعد كده رينكتون برضو لو لاحظنا يا شباب الثلاث الباتشات اللي فاتت كلها في كل باتش سووا بف لاي دي توب، الباتش اللي فات فيورا، الباتش اللي قبله جنار، ومجموعة اي دي تشامبيونز تانيين نفس الشيء، عشان يبغوا رينكتون يكون يقدر يواجه اللوت الكبير هذا كله. انا اظن التعديل هذا هيلثي يا شباب، هم المفروض توبس مش الاي بي ميتا اللي كانوا موكاي وش اسمه وناتالوس وايكو جراجس، كان الميتا فيلو لخبطه شويه، دحين بيرجعوا الجيم زي ما كانت. توب يبغوا بروزر تانكي بروزر او تانكي فايتر، او الميتا بيتوجه توجه كلي دحين يا شباب من التوتالي توب تانكس اللي هم فولي تانكس لاكشوال كاري اي دي ستوب، فيورا تراندل رينكتون جنار والمجموعة باللي فيها. في كل الحالات الار نقص زودوا الدامج حقها اللي هي الاورا دامج اللي عليها بالذات بداية الجيم، وهذه جدا مفيدة بداية الجيم قدام ناس زي فيورا وايريليا، وحتى شن التعديلة هذه تقدر تخليه يتعامل مع شن، لانه شن كان صراحة بالذات بعد التعديلة الجديدة حقته يعني يغلب رينكتون وما لها اي معنى، رينكتون كان دي بيست ايرلي ذا تشامبيون ذات يا ريت الشامبيون اللي يسوي فول دوميننس ايرلي جيم صراحة، صار شن يبهدله يعني. وفي نفس الوقت صار اول ما تستخدم الار تجيب 20 فيوري، ايش معنى يعني تستخدم الار تجيب 20 فيوري؟ انت اف يو تايم ات كويس تجيب تسوي الار تاخذ 20 فيوري بسرعة، تقدر تسوي دبليو ولا كيو بعدها امباور طبعا، فهذه بس بتزود الاوتبوت حقه من ليفل 6، من ليفل 6 حيجيك باور سبايك مو طبيعي. بعد كده يا شباب شن نقصوا البيس هيلث ريجن حقه من 10 ل 8.5. التشينج هذا علشان قد ما هو كده صغير وخط واحد له تأثير مرة كبير علشان يا شباب، لأنه شن مع الريورك حقه اول قبل الريورك حقه كان لما يسوي الكيو يضرب اوتو اتاك بعد الكيو كان يرجع هيلث، بعد الريورك حقه ما صار يقدر يرجع هيلث، فهذا نقص الاسستين حقه في اللين، وهذا مره ضروري بالنسبه لواحد زي شن، عشان لو ما يقدر يرجع هيلث ويقدر في اللي يجلس في اللين ويجلس يفرم مشكله بالنسبه له، فالمفروض تستغلوا الكلام هذا عليه بي 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 باي طريقه. شيفانا الدراجون فيوري جين بير سكند نفس الطريقة اللي نفس الشيء اللي بيسووه على رينكتون بيحاولوا يسووه على شيفانا، بعد ما تشغل الالتي حقتك الفيوري اللي يرجع لك عشان تحاول ترجع فيوري مرة تانية أسرع، ترجع فيوري بسرعة على أساس لما ترجع فيوري تقدر تستخدم الالتي مرة تانية. التعديل هذا على شيفانا ما له أي معنى يا شباب، ما حيحط شيفانا في أي مكان في الجيم، لا حتشوفوها لا توب ولا جنجل ولا في أي خن، أظن بس هذه بداية كذا بيشموا ريحة يبغوا يشوفوا التعديل هذا هتسوي شيء ولا لا. سونا سوى لها فيكس على الدبليو حقها في نفس الوقت في الباتش اللي فات، في نص الباتش اللي فات ما نزلوا التعديل هذه ما كتبوها وما بيقولوا ايش سووا نيرف للدبليو حقتها، نقصوا الهيل حقها من 40 35 ل 115 نهايه الجيم، والنيرف هذا نيرف يعني حتى بشوف 115 نهايه الجيم مع الاي بي ريشيو حقها لو عندها 35 ولا 30% اي بي ريشيو، لو مشتري ايتم اي بي مشتري ايتمز اي بي حتسوي كميه هيل مو طبيعيه يا شيخ، اسوء من سوراكا ليت جيم، فسووا لها نيرف على الدبليو حقتها وسووا لها نيرف على السلف موفمنت سبيد برضو على الاي حقتها. بعد كده تاليا زودوا الكول داون حق الار حقها ل 180 150 120 خلوه زي تي اف بالضبط يا شباب، وهذا التشينج بالانس، هذا التشينج هيلثي كويس ما بو اي حاجه، يخليك تلعب في بدايه الجيم اراوند الالتي حقته ونهايه الجيم تصير فري. بعد كده تشينج على فين سووا لها بف، مو بف جامد يعني بس على الكيو حقتها، يبغوا الكيو حقتها تشتغل على التاور دحين، ناو ديلز بونس دامج تو ستراكشرز، فلو سويت الكيو ضربت التاور الكيو يصير لها تروح على التاور يا شباب. التشينج هذا برضو ما له اي معنى ولا يفرق مع فين لدي الدرجه، لانه فين عامه ما هي سلو بوشين كاركتر، المفروض انه ما تسوي بيها سلو بوش زي اي اي دي سي تاني، فما اظن يفرق فرق شاسع يعني على اي حاجه، لا زود الدامج اوتبوت ولا 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 ولا, ولا. Victor Kaystorm now only counts as returning moves at max speed regardless of distance. Victor is targeting himself. التعديلة هذه كانت ايش كانت؟ الكايستورم الالتي حقت فيكتور يا شباب كانت لما تجريها ورا واحد
تجري بسرعة محددة يعني واطية، ولما تجريها على واحد باتجاهك سرعتها مرة أسرع، توصل الماكس سبيد. يعني لو كانت سرعتها وأنت بتجري وهي بتدفها بعيد عنك حوالي 10 متر في ولا 10 بيسز في الثانية، دحين والله والماكسيمم سبيد حقها 20، لو أنت جايبها عليك حتجيك دائما بالماكسيمم سبيد. اللي غيره إنه والله دائما 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 حتمشي بالماكسيمم سبيد، هذا معناها زودوا السرعة حقت الألتي حقتها على حقة الالتي حقته. لسه ما حيفرق، فيكتور ما زال من الـ من الـ من الـ طبعا هذا بف صغير اكثر من انه نيرف، بس وات يو كول ات، فيكتور ما زال يمكن احسن تاني اي بي ميد في الجيم بعد ازير، وما زال فيري 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 جود تو بلاي ويز. فلاديمير برضو السيريز اوف نيرفز على اساس يحاولوا يقللوا الباور حقته، نقصوا الموفمنت سبيد حقه زياده، كانت 345 يا شباب قبل باتشين اظن، او 340 نقصوها 335، دحين نقصوها 330. هذا معناه في التريدز يعني الكاونتر بلاي بالذات توب ولا ميد، حيصير اصعب انه يسوي تريدز على الشامبيون اللي قدامه، وهذا يعطي فرصه للناس التانيين يسووا تريدز احسن. ثانك يو فور ذا فولو يا ديانتاستيك. بعد كذا الدبليو حقته زودوا الكول داون حقها ثانيتين بدايه الجيم الى نهايه الجيم. طبعا ما تتخيلوا قد ايه الدبليو ضروريه عليه على اساس البول، على اساس يقدر يشرد من اي حاجه، هذا معناه لازم يلعب اراوند البول حقه بطريقه مره يعني مهمه، بالذات انه هو ما ياخذ البول الا ليفل 3 دائما يا شباب. في كل الحالات زاك اي باك فيكس ما هو ضروري، زايرة بيحاولوا يرجعوها للجيم لان هم طيروا امها من الجيم، بيحاولوا يرجعوها مره ثانيه بالذات في البوت لين، فزودوا الدامج ليت جيم على الكيو حقتها، وزودوا الابيليتي باور ريشيو، يعني لو بنيتها اي بي زياده حتسوي دامج زياده وليت جيم. بعد كده الايتمز اردنت سنسر والميكائيل نفس التشينج اللي سووها عليها الاردنت هيلينج، كانت اول شيء فاكرين الايتم اللي تتعب عليها حقت ال 50 تزود ال 15% هيل اند شيلدنج باور، كانت ستاكس، يعني لو واحد عنده ميكائيل والتاني عنده اردنت سنسر لو حطيتهم فوق بعض يجي لك ستاك، دحين خلوها يونيك يا شباب بس على اساس حتى لو اشتريت تو ايتمز ما يفرق، طبعا ما حد كان يشتري تو ايتمز بس كانت غلطه من الجيم عدلوها بس بكل بساطه. بعد كده التشينج العقيم مش العقيم، التشينج اللي المفروض يغير كثير في الجيم بلاي في ال سي اس اكثر من الايلو اللي احنا بنلعب فيه يا شباب. طبعا الجيم هذا طبعا مو بس حتى احنا في احنا عامه تغيير بالنسبه لنا بالذات اللي يلعبوا اي دي سي وسبورت تحت حيتعبوا مره كثير مره 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 كثير، لانه الناس كلها الحين حتفكر انه انا لازم انزل بوت اشيل التاور الاول باسرع طريقه عشان اخذ الجولد ادفانتج. في كل حاله التغيير الاول الشيرد لوكال جولد صار 250 بدل 300. ايش يعني شيرد لوكال جولد يا شباب؟ فاكرين كان لما تجي تحت الناس اللي قريبين من التاور فقط، خلينا من الجلوبال جولد اللي هو الجولد اللي ياخذوه كل التيم، لا الناس اللي قريبين من التاور لو فجرت التاور حتاخذ 300 جولد. لو انا لحالي شوف دائما انا اقول لوايت سويت سبيد عني خليني اخذ الجولد لحالي اخذ 300 كامله، دحين لا اخذ 250. طبعا لو في اثنين حتنقسم عليهم 125 125، لو في ثلاثه 75 ولا وات ايفر اتز انا، وهكذا. اول كانت 300 دحين صارت 250، زودوا الهيلث حق التاور من 3300 ل 3500. الفورتيفيكيشن دوريشن كان دائما يا شباب اول 7 دقائق في الجيم كل الاوتر تورتس كان عليها حاجه اسمها فورتيفيكيشن، تنقص الدامج تسوي دامج ريدكشن 35%، دحين خلوها 50% وخلوها من 7 دقائق ل5 دقائق، هذا معناها انه يو كان رش تاورز بالسرعه بعد الدقيقه الخامسه، اول كانت بعد الدقيقه السابعه، والفورتيفيكيشن زودوه يعني في ال5 دقائق هذا صار برضو الدامج اللي حتسويه عليه اقل، يعني اول كان ممكن اثنين او ثلاثه مع الجنجلر بسرعه تشيلوا التاور لما تشوفوا في اللين سوابس، اذا فاكرين تتفرجوا على السي اس يا شباب، فاول 5 دقائق دائما دائما او في حول الدقيقه الخامسه او السادسه تلاقي الجنجل ولا توب ولا اربعه طلعوا فوق واللي التيم الثاني نزلوا تحت واخذوا التاور بسرعه، كل واحد يسواب تاورز وشالوها، دحين اثنين ما يقدروا يشيلوا، لازم بالقليل ثلاثة، لازم الجنجلر يكون يساعدك عشان تقدر تشيله. وفي نفس الوقت في تعديلة ثانية عدلت حاجة حتخليها برضو أصعب إنها تشيل، الحين حشرحها. في كل الحالات الفورتيفيكيشن دامج ريدكشن نو لونجر أبلايز تو بوتوم لين تورتس، هذا اللي هو عدمنا بوت. أوكي الفورتيفيكيشن هذا على كل الأوتر تورتس ميد تاور توب تاور، بوت ما في فورتيفيكيشن نهائيا، لا 5 دقائق ولا 7 دقائق ولا أبو زعبل. من يوم ما يبدأ الجيم ممكن تنزلوا 4 بوت تكشعوا هم التاور وتاخد وتشيله بسرعة من دون اي دامج ريدكشن، وهذا معناه
حتلاقي فور مان جانكس بوت زياده، بالذات في هاير ايلوز يا شباب، لانه يهمهم الجولد ادفانتج هذا. التعديله الثانيه اللي خلت البوت بزياده، اللي هو ما في فوتوفيكيشن كذا، مره لوكريتيف ومره نبغى نشيله باي طريقه بالسرعه السريعه، انه والله صار في حاجه اسمها توريت فيرست بلود. ايش يعني توريت فيرست بلود؟ زي الفيرست بلود حق الشامبيونز يا شباب. لما تشيل توريت بالسرعه، لما تشيل التوريت الاول، التيم كله حياخذ 25 جولد كل واحد، ولوكالي حتاخذ برضه 275 جولد ثانيه. فاكرين كانت تاخذ 250 انت لوكالي، واذا انت هذا اول تور تشيله في الجيم حتاخذ 275 جولد. يعني ممكن انا اي دي سي اروح يخلوني اشيل التاور لحالي اخذ 700 جولد، اشتري نص ايتم كامله على طول لو سابوني اخذ التاور لحالي لو هو فيرست تاور. طبعا هذه مصيبه. ليش؟ بالنسبه للبوت، لانه الناس كلها حتتسابق انه تاخذ فيرست بلاد على التاور بوت، لانه بوت ما في له فورتيفيكيشن وتقدر تاخذه مره بسرعه في اول 6 7 دقائق، طبعا بالذات في هاي ايلو وفي 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 ال سي اس. اجين التشينج هذا ما حتشوفوا له تاثير كبير الا في هاي ايلو ال سي اس، وحنشوف حشوف انا 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 مره مستانس على التشينج هذا صراحه، وخلي الجيم مره حماس، ويمكن فرصه تقدر تشيل التاور بسرعه والتيم الثاني يقدر يلعب اراوند ذا تاور. وطبعا حصير دائما في سباق على مين ياخذ اول تاور. في تشينج ثاني نزلوه يا شباب برضو، يمكن ما نزل في اي او اس ولا يمكن ما انكتب هنا بالغلط، اللي هو موضوع الروتيتنج مينيونز الكبار. التعديل الثاني اللي سووه يا شباب، كان فاكرين كل ثالث ويف يا شباب دائما فيها اللي هو المينيون الكبير، رايت؟ المينيون الكبير هذا له دور مره شاسع في 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 يعني دور مره كبير في 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 التاور سيجز، لما تشيل تاورز. تمام، دائما اسهل طريقه لما تسوي سلو بوشز انه ولا بوشز ولا سايد بوشز، تستنى الويف الثالثه على اساس تسوي لها بوش، او تسوي فريز اللين وتستنى ويف من الويف الكبار اللي هو فيها المينيون الكبير عشان يجي يشيل التاور. كانت اول تيجي كل ثلاثه ويفز في كل اللينز مع بعض، دحين غيروها حبتين، دحين الويف الرابعه حيجي في الـ في الـ في اللين اللي هو بوت، الويف الخامسه حيجي في اللين الميد، اللين السادس الويف السادسه حيجي في اللين توب. ايش معنى الكلام هذا؟ معناها الميد لين والتوب لين ما عاد حيجيهم في الويف الثالثه، حيجيهم في الويف الخامسه والسادسه. اوكي، يعني اول خمسه ويفز ما في ما في ما في ما في منين كبير، ما في الا منين الصغار. وايش معنى الكلام هذا؟ معناه برضو لين سوابس حتكون اصعب. اجين انتم ما تلعبوا لين سوابس يا شباب، المجموعه العامه ما تلعب لين سوابس الا هاي ايلو، يمكن ما حتلاحظ التاثير هذا بالنسبه لك ولا حيفرق معك، بس حيغير الداينامكس حقت الجيم مره كثيره. فاول 20 دقيقه حيكون دائما الويف كبيره بوت، ويف كبيره ميد، ويف كبيره بالترتيب، يعني ما عاد حييجوا كل الثلاثه لينز في نفس الوقت. هذا اول شيء. بعد 20 دقيقه حتصير واحد منين كبير ميد، وبعدين بوت تو توب في نفس الوقت حيجيهم اثنين، فحيصير alterations واحد في ميد وبعدين بوت تو توب، واحد في ميد وبعدين بوت تو توب، الين دقيقة 35. دقيقة 35 خلاص كل ويف في كل في كل اللينز حيجي فيها منيون كبير. واجين بداية الجيم حيكون لها تأثير أكثر من نهاية الجيم، حتشوفوا فرق في الجولد انتيك في ميد اند توب في بداية الجيم، بس بعدين ما عاد حيفرق، لأنه من يوم ما تجيه الويف الخامسة ولا السادسة خلاص بعدها كل ثلاثة ويفز حيجيله. بس معناها في 45 جولد كانت تجيله أول زيادة ما صارت تجي يا شباب. أظن حيفرق معك في رجعتك على البيس إذا كان ما تضيع مينيونز حوالي 3 أو 4 مينيونز زيادة. أوكي، حيفرق في الديناميك حق الجيم مرة كثير يا شباب، بالذات في هاي إيلو. بعد كده twist tree line changes I don't care about it. المينيماب ايكون كلين اب، وي ار جوينج تو ليست اول ذا ريموفد ايكونز، شالوا مجموعه ايكونز من المينيماب عشان بس ينظفوها. position select now displays when and to what degree particular position combinations impact estimated queue times. في الشامبيون سيلكت حيحطوا لك اذا اخترت الشامبيونز، اذا اخترت البوزيشن المحدد قد ايه حتتاخر، حيوريك انه ممكن قد ايه يتاخر الكيو عليك. بعد كده رانك تيم كيوز، فول تيم رانك بلايز ويندو هاز بين اكستندد، زودوا طبعا فاكرين يا شباب الباتش اللي فات او اللي قبله نزلوا التيم رانك مره ثانيه، وكان حيحطوه في سكيدجولز محدده، دحين زودوا سكيدجول حبتين. وبعد كده بك فيكسز، وبكده اظن يا شباب خلصنا الباتش نوتس اللي هو 6.15. ثانك يو سو ماتش فور لسننج، والله يعطيكم الصحه والعافيه. طبعا لين